ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير كل سنه وهو طيب مرتين، مره النهارده عشان رمضان، المره الثانيه عشان النهارده 16/5 بقى. هو هيقول لنا النهارده صحيح. وانت طيب يا اسلام، ربنا ازاي ما تجيبش جوان في الماتش ده؟ تخيل ازاي يعني، كنت على الاقل جبت لك جون ولا حاجه ولا نص جون. صح، دي حقيقه فعلا. بس يعني بيبو عامل واجب جونين، عامل جونين او جونين، واحد بيبو، واحده طلعت مع منصف اللي هي الكره اللي راحت لوائل جمعه ورامي سعد حطها بصدره كده. لا يعني طبعا اكيد المباراه دي لن ينساها الاهلاويه في طيله الزمان اكيد يعني، ولا غيرهم هينساها برضه يعني. ماشي طيب. الف مبروك، الف مبروك، الف مبروك على رمضان، دلع السلامه، رمضان كل سنه وانت طيب. رمضان طيب يا اسلام، فالحلو طبعا ان احنا نقول الف مبروك، ربنا يكرمنا يا رب ان شاء الله في المباراه دي. كابتن فتحي